مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج نبض المستقبل. اليوم سنزور معكم شركه روسيه اسطوريه اطلق اسمها في موسكو على محطه مترو وجسر وعلى الشارع الذي اسير فيه. موضوع حلقه اليوم هو الكهرباء. سنزور اليوم المؤسسه القياديه للطاقه الكهربائيه في روسيا. سنقوم بجولة في أحدث المجمعات التكنولوجية. سنتابع عملية صنع المحولات العملاقة وسنعرف ما الغرض من هذه التركيب الضخمة أي منصات الاختباء. في القرن التاسع عشر أطلق المعاصرون على العالم نيكولا تسلا وصفاً بأنه الرجل الذي اخترع القرن العشرين. كان تسلا يدرس باهتمام بالغ المغناطيسية الكهربائية، وبفضل الإنجازات النظرية التي حققها هذا العالم ظهر كثير من الأجهزة الحالية التي تعمل على التيار المتردد. وتوج نيكولا تسلا مؤلفاته ببحث سماه حكاية عن الكهرباء، وشرح قصده على النحو التالي: كل من يريد حقا أن يتعرف على عظمة زماننا عليه أن يتعرف على تاريخ علم الكهرباء، عندئذ سيتعرف على حكاية لا وجود لها في حكايات ألف ليلة وليلة. المصنع الذي سنزوره اليوم مصنع عالمي له خبرة عريقة في تصميم وإنتاج مختلف أنواع المحولات والمفاعلات ومعدات الوصل والقطع الكهربائية. وقد جهز هذا المصنع طلبيات هامة لأولى خطوط مترو الأنفاق بموسكو ولنجوم أبراج الكرملين ولقناة فولغا موسكو وللعمارات العالية في موسكو وبرج أوستانكين التلفزيوني ولمشروعات هيدروليكية كهربائية عديدة. أولى المحولات في روسيا صنعت في هذه الشركة بالذات، ويعود تاريخها إلى عام 1928، وتطلع الشركة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا بدور هام في مجال الطاقة في روسيا. مجمع الإنتاج لشركة إلكتروزافود القابضة هو واحد من أعرق مصانع إنتاج معدات المحولات والمفاعلات في روسيا. لقد تأسس في عام 1928، وقد مر خلال وجوده بمراحل تطور مستمر وتجدد ورقي تماشيا مع المتطلبات الجديدة التي يمليها الزمن. اخترعت البشرية المولدات الكهربائية والمحطات الكهربائية لكي تحصل على الكهرباء، واخترعت البطاريات لغرض تخزينها، كما اخترعت المحولات الكهربائية التي يصعب شرح الغرض منها في كلمات قليلة. ولهذا وجدت أن أنسب مكان لتوضيح مقاصدي هو مصنع إلكتروزافود، وكيف لا؟ وهم هنا ما زالوا كما في السابق يصنعون المحولات الكهربائية الفريدة للمؤسسات الصناعية العملاقة وللمحطات الكهربائية. إلكتروزافود اليوم شركة قابضة عصرية تتطور بدينامية، وتضم في بنيتها إلى جانب مجمع موسكو الجبار مؤسسات إنتاجية ومراكز صيانة في بشكيريا وأوكرانيا، وكذلك معاهد تصميمية ومعاهد بحث علمي. ليس سراً على أحد أن الكهرباء بدأت تغزو حياتنا اليومية عبر لمبة أديسون. هذا المخترع العظيم الذي ابتكر ما لا يحصى من الاختراعات خلال عمره، لقد حصل في الولايات المتحدة على أكثر من 1000 براءة اختراع وعلى قرابة 3000 براءة في دول أخرى. كان شعاره: لا تخترع شيئاً ليس عليه طلب.
لا أدري مدى انطباق هذا الشعار على 4000 اختراع، لكن إديسون لم يخطأ فيما يتعلق باستخدام الكهرباء، فما زال الطلب على الكهرباء يزداد يوماً بعد يوم. مؤسسة إلكترازافود ظهرت كشركة قابضة في عام 1993، وقد وضعنا استراتيجية لتنمية هذه الشركة تستهدف الحصول على طاقات إنتاج جديد من جهة، ومن جهة أخرى توسيع تشكيلة المنتجات وكذلك إقامة منظومة تمكننا من بناء مشروعات ضخمة جاهزة للتسليم على المفتاح. واليوم نصنع 3500 منتج متنوع، من المعدات المنخفضة الفولتية إلى المحولات ذات الطاقة العالية. كل 5 أيام تنتج ماكينة طاقة عملاقة. ما هو المحول؟ عندما يدور الحديث عن استخدام الكهرباء على نطاق صناعي، يكون المقصود عادة هو التيار المتردد، وإذن فهو يتفوق بميزة معينة على التيار الثابت. التيار المتردد يتميز بأنه من الممكن تغيير جهده حسب الضرورة. مثلاً المولد الكهربائي يولد تياراً جهده 20 كيلو فولتاً، ولكن من الأجدى نقل هذا التيار عبر الخطوط بجهد 1000 كيلو فولت. أما التيار المطلوب إيصاله إلى الماكينات في المصانع فجهده 660 فولتاً، وهكذا ترون أنه مطلوب جهد متفاوت عند إنتاج ونقل واستخدام الطاقة الكهربائية. ولكي تصبح هذه التحولات ممكنة، تستخدم المحولات الكهربائية. يتم تسيير الإنتاج هنا بواسطة أحدث منظومة كمبيوترية، وهي تؤدي دورها في كل شيء، ابتداءً من إعداد وثائق التصميم وانتهاءً بشحن المصنوعات الجاهزة. الاهتمام والعناية بتجديد وتحديث الطاقات التقنية والإنتاجية خلال سنوات عديدة وفرت للشركة إمكانية تصميم وتصنيع معدات كهربائية حديثة على أعلى درجة من الجودة. ولذلك فليس من الغريب هذا الإقبال على منتجاتها في روسيا والخارج. لقد أتاح التحديث العميق الذي تم خلال السنوات العشر الأخيرة للشركة إمكانية تشغيل مصانع جديدة تقوم بإنتاج المعدات الكهربائية المبتكرة. من الجدير بالذكر أن روسيا تشهد وضعاً فريداً، فروسيا بحد ذاتها بلد ضخم، ونتيجة لذلك فالقطاعات التي نقوم بخدمتها قطاعات عملاقة. ليس هنا مجال فرعي لا يستخدم منتجاتنا. المؤسسة مزودة بتجهيزات كبريات الشركات العالمية، وهي تتيح إمكانية صنع المنتجات المتسلسلة والقليلة العدد. بالطبع هناك بعض أوجه الاختلاف بين تصميم وتصنيع هذه المنتجات، ولكن كل شيء قائم على أساس واحد، على التكنولوجيا الواحدة. معدات عصرية، غرف جميلة ونظيفة، وفرت لنا بالفعل ظروف عمل رائعة. بفضل حسن تنظيم العمل هنا، تمكنت مصانع الشركة خلال السنوات الماضية من تصميم وإنتاج أكثر من 400 نوع من معدات الطاقة الجديدة. أما موضع فخر الشركة فهو صنع محولات قدرتها 630 ميجا فولت أمبير بجهد 330 كيلو فولت. لقد تم صنعها خصيصاً لمحطة كورسك الذرية للطاقة الكهربائية، وفي هذه الورش ظهر أول محول وحدات في روسيا من أعلى درجة وبجهد 750 كيلو فولتاً وطاقة 417 ميجا فولت أمبير، وقد تم صنعه لحساب محطة كالينينسكا الذرية لتوليد الكهرباء. إذا تحدثنا عن المنتجات المبتكرة فهذا يعني الحديث عن إنتاج أنواع جديدة من المعدات تتسم بقدرتها على تلبية حاجة استهلاكية معينة، أو معدات تعمل على أسس جديدة. خذ مثلاً أكبر محول ثلاثي الأطوار،
إننا ننتجه اليوم بقدرة 500 ميجا وولت أمبير وجهده 50 كيلو فولت. إنه يستخدم اليوم في الأماكن التي كانت في العادة تستخدم 3 محولات أحادية الطور بقدرة 160 ميجا فولت أمبير، وفي هذا توفير لأموال صاحب الطلب، كما أنه أكثر كفاءة في العمل. كلما ازدادت درجة الجهد قلت الخسائر أثناء نقل الطاقة الكهربائية، ولهذا تسعى شركات الطاقة التي تنقل الطاقة إلى مسافات بعيدة أن تحوز على هذا النوع من المحولات. بالطبع المقصود هنا معدات أكثر تعقيداً من زاوية تصميمها وإنتاجها، وروسيا من بين دول لا يزيد عددها عن بضع عشرات تملك هذا النوع من الجهد. المحول الكهربائي هو جهاز لتحويل التيار المتردد من حيث المقدار، وهو مكون من قلب يسمونه أحياناً موصل المغناطيس، لأن التيار المغناطيسي يمر من خلاله، ومن ملفات عددها 2 على الأقل. الملف الأول متصل بمصدر التيار المتردد، الملف الثاني متصل بمستهلك الطاقة. الملفات الثانية قد تكون عدة ملفات، لأنه يمكن لعدة مستهلكين أن يحصلوا على الطاقة من مصدر واحد. يستخدم للف البكرة كابل خاص، وفي حزمته الواحدة أسلاك مستقلة بعازل ذاتي يصل عددها إلى 63 سلكاً. الخط الذي تجري فيه عملية قص الألواح الصلب بالعرض وبالطول موجود في ورشة خاصة. هنا يجري تحويل لفافات الصلب الهائلة إلى ألواح صغيرة. القلب يصنع من صلب خاص، وذلك لتقليل الخسائر عند إعادة المغنطة. لا يصنع القلب من قطعة واحدة، بل يجري جمعه من صفائح منعزلة. بعد القص تغلف الصفائح الجاهزة وتوضع في علب في انتظار لحظة جمع المحول. مراحل صنع المحول الأوتوماتيكي هي نفس مراحل صنع أي معدات التحويل. تبدأ السلسلة من تلقي الطلب، بعد ذلك تجري دراسة تفصيلية لمتطلبات صاحب الطلب، وعلى أساس هذا التحليل يتم إعداد حسابات المنتج، وهي مجموعة كاملة من الحسابات، وبعد ذلك يتم تصميم المنتج وإعداد الرسوم التصميمية والتكنولوجية، بعد ذلك توضع خطة الإنتاج ويبدأ صنع المنتج. بجوار الورشة التي يجري فيها قص ألواح الصلب لصنع القلوب توجد ورشة تصنيع ملفات المحول. الماكينات هنا ليست سوى أساس يمكن أن يكون عمودياً أو أفقياً. مقاييس الملفات هي التي تحدد ما هو الأساس الذي سيستخدم في كل حالة محددة. بقية العمل كله تقع على كاهل الأسطى. هذه هي المملكة التي لا يمكن إدارتها إلا إذا كانت لديك معارف واسعة وإعداد جيد وخبرة طويلة. كلما كان عدد اللفائف أكبر ازداد توتر التيار عند المخرج، وإعداد اللفائف عمل يدوي يتطلب الكثير من الجهد. وكلما كان السلك أثخن ازدادت صعوبة التوصل إلى كثافة مثالية للفائف. المواد التي تصنع منها الملفات هي أيضاً مختلفة. مثلاً المحولات الأقوى يستخدم في صنعها النحاس الإلكتروليتي. إنه نوع خاص من النحاس، درجة نقائه 99.95%. وكما هو ظاهر من تسميته، يتم الحصول عليه بالمحلول الكهربائي الإلكتروليت. الطريف إنه عند تنقية النحاس من الشوائب يتم الحصول على العديد من المعادن الثمينة، الأمر الذي كثيراً ما يغطي نفقات العملية كلها. عملنا بشكل عام ليس مملاً. الملفات كلها مختلفة وأعطالها مختلفة. المبدأ هو في كل مكان، ولكن هناك تفاصيل مختلفة.
لدينا مثلاً محدد قياس نبني عليه أكبر فأكبر. هذه الأسافين الأساسية التي تربط بها الحشيات. توجد أيضاً قناة تبريد عن بعد تتجمع في حوض تجميع الزيت حيث يجري دوران الزيت. دوران الزيت يبرد المحول كله حتى لا يسخن. عليك دائماً أن تفكر كيف يمكن أن تجعل الأمور أفضل. أحياناً تصنع ملفاً ثم ترى أنه ليس كما ينبغي. الأفضل أن تغير الطريقة. شيء بسيط جداً تصنعه ولكن النتيجة تأتي أفضل وكذلك الجودة. لا ينبغي العمل بصورة سيئة. ينبغي أن تعجبك ثمرة عملك. تجفيف حرارية فراغية يجب أن تبقى فيها البكرات الجاهزة لمدة يومين. عملية التجفيف تجري تحت ضغط مستمر وبفضل ذلك تظل الأبعاد الهندسية للملف دون تغيير خلال الاستخدام التالي للمحول. الانتهاء من التجفيف يعني إمكانية البدء في المرحلة التالية والأخيرة لتجميع المحول لكي يرسل قريباً إلى صاحب الطلب. هكذا تبدو البكرات الجاهزة للمحركات وفيها بالذات يجري تحول الطاقة ويصل وزن البكرة الواحدة إلى 25 طناً. في مرحلة التجميع تعود الماكينات للمشاركة في العمل وهي هنا خلافاً لورشة صنع الملفات تلعب الدور الأول. الآن بوسعنا أن نراها أثناء العمل. لكي نريكم الآلات الأكثر إثارة للاهتمام سمحوا لنا بزيارة ورشة تجميع المحولات الكبيرة المفرطة القوة وهي التي شهدت مؤخراً تجديدات شاملة. تجميع المحول عمل صعب جداً ويتطلب جهداً كبيراً ويتوقف على مقاسات المحول، عدد المراحل والزمن الذي ينفق عليها، وقد يستغرق التجميع شهراً كاملاً. المتطلبات تزداد والمنتجات تتغير. الخطأ البشري لا يسمح به خلال عملية التشغيل، وعلاوة على ذلك توضع في المحولات الكثير من نظم الرقابة على عمل الكثير من أجزائها ومكوناتها. الجانب الآخر للتجديدات هو بالطبع زيادة حجم الإنتاج. لقد رفعنا هذا الحجم بنسبة 50% بالمقارنة مع الأعوام السابقة. يقولون في المصنع إن التجديدات استهدفت قبل كل شيء زيادة مستوى جودة المنتجات. المحولات التي تخرج اليوم من هنا كثيراً ما تتفوق على نظائرها الأجنبية من حيث مواصفاتها التكنولوجية. بخلاف ذلك لدينا رافعتان حمولة 250 طنا ويمكن أن تعمل بالتوازي وبمساعدة جهاز خاص موجود هنا نستطيع رفع 500 طن. علاوة على ذلك نستخدم رافعتين تكنولوجيتين تؤديان وظائف خاصة عند صنع معدات المحولات. نقل المنتجات في مواقع الإنتاج يتم في الأساس باستخدام الوسائد الهوائية. إذا ما تصادف أن وجدتم أنفسكم بجوار محول يعمل فلتنصتوا، إذ ربما سمعتم صوتاً خفيفاً منبعثاً منه. هذا راجع إلى أن بعض المعادن والسبائك تتغير مقاييسها عند المغنطة، وهذا يتجلى بصفة خاصة في حالة الحديد والنيكل. عندما تزداد شدة التيار في الملف أو تقل، يتمغنط القلب تارة وتارة يزول عنه التمغنط، ونتيجة لذلك تتغير مقاييسه دورياً، مما يؤدي إلى ضغط وخلخلة الهواء فتصدر عن المحول موجة صوتية. نحن نخطط لتحويل بعض العمليات الإنتاجية إلى النظام الآلي، ومنها مثلاً القلوب المغناطيسية. التكنولوجيا التي نعمل بها الآن تتطلب الكثير من الجهد، أما الخطوط الآلية الخاصة فستقلل جهود العمال خلال صنع القلوب المغناطيسية. من المقرر أيضاً تحويل عملية إدارة إنتاج المحولات كلها إلى النظام الآلي. قبل إرسال المحول إلى صاحب الطلب يتم اختباره بدقة.
يبدأ ذلك باختبارات الفولتية المنخفضة، ثم ينتقلون إلى الفولتية العالية. سنذهب معكم إلى ورشة الاختبار. إنها مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بل حتى الجدران هنا ذات طبيعة خاصة. وكيف لا؟ إذا تصورتم أي طاقة هائلة تتحرك من خلفها باستمرار، مع العلم أن أي قياسات تجري هنا لابد وأن تتميز بدقة متناهية. المكان محمي تماماً من الموجات الإلكترومغناطيسية الخارجية، ولهذا الغرض الجدران هنا مكسوة بعدة طبقات من الصفائح المعدنية. المنظومة التي أدخلناها حيز العمل توفر إمكانية التحكم في كل مرحلة من مراحل صنع معدات المحولات. ما الذي نختبره؟ نختبر معامل التحويل، بمعنى هل المحول يحول التيار تحويلا صحيحا من الملف الأول إلى الملف الثاني أم لا؟ ولا بد من اختبار المقاومة البصرية للملفات وإبعاد العزم والسعة والطول والمقاومة، كما تجري معرفة ما هو المفقود من معمل المحول بدون تحميل. وبالطبع تجرى مجموعة كاملة من الاختبارات عالية الفولتية. إمكانيات المصنع التكنولوجية تسمح بصنع محولات قدرتها تبلغ حتى 630 ميجا فولت أمبير، وتعمل على جهد يصل إلى 750 كيلو فولتا. كما تقوم الشركة بإنتاج مفاعلات تفريغ تبلغ قدرتها 300 ميجا فولت أمبير، ودرجة جهدها تصل إلى 1150 كيلو فولتا. ومن أجل اختبار معدات كهذه يحتاج الأمر إلى منصات اختبار أكثر قوة. هذه أكبر وحدة تجريبية، وهي مخصصة لتجارب الموجات العالية للمحول الجاهز، ويسمى هذا الهيكل مولد ماركس، ويستطيع توليد توتر كهربائي يصل إلى 5 ملايين فولت. المولدات كالذي ترونه الآن استخدمت تاريخياً في الأبحاث النووية والحرارية النووية. كانت تستخدم لتسريع مختلف الجزيئات الأولية ولإيجاد الحزمات الأيونية وتحفيز التفاعلات الحرارية النووية. الجهد الاختباري اللازم لاختبار محولات من درجة 750 كيلو فولت يبلغ ما يزيد عن مليوني فولت، أن المحول يتعرض لجهد أكبر بكثير من المفروض أن يعمل به. ولكي يمكن إنجاز مثل هذه التجارب ينبغي أن تكون المعدات والمبنى أيضاً مناسبين له. في هذه القاعة العملاقة يشعر المرء على نحو خاص مدى القدرة الجبارة للطاقة الكهربائية. تبلغ مساحة المكان الإجمالية أكثر من 4000 متر مربع، وارتفاع السقف ما يعادل علو بناية ب12 طابقا. أنا أعتقد أن لدينا صالة من أكثر الصالات عصرية للاختبارات العالية الفولتية في روسيا. هنا أفضل المعدات وكلها تقريبا تعمل بالنظام الآلي، ويمكننا في الإنترنت مراقبة كل الاختبارات والحصول على البيانات، وهذا يساعدنا على فهم مدى درجة الجودة التي صنعنا بها هذا المحول أو ذاك. ونحن نعتبر مخزنا للطاقة،
وفي كل لحظة نقرر كيف وبأي قوة سنوجهها. لو أمعنا التفكير في ذلك لأدركنا من واقع حياتنا الشخصية كيف يعمل المخ.